بمدينة الدار البيضاء تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي من توقيف مساعدة صيدلي للشباب في تورطها في انتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الاتجار في أطفال رضع. وأشارت المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيها ولجت أحد المستشفيات العمومية وهي ترتدي وزرة خاصة بمستخدمي وزارة الصحة منتحلة صفة إطار طبي، وأنها كانت بصدد تقديم عرض مالي لسيدة أنجبت توأما حديث الولادة بغرض الحصول على أحد التوأمين مقابل مبلغ مالي.